نشوف كده. بسم الله ما شاء الله، ممتاز جدا. نقلب بسيط كده. انا عندي بيحبوه احمر جدا زي الفل، ولا بيتفكك معايا ولا اي حاجه. طبعا عشان معلقتين البقسماط اللي انا حطيتهم، اضغط عليه كده اتاكد، عشان اتاكد من سواه من جوه ولا بيكش ولا اي حاجه. حجم البرجريه زي ما عملتها بالظبط. يلا مستوي جميل ومليان التجزيعات بتاعه الجريل زي الجاهز بالظبط، شكله تحفه. متأكدين من سواه، متأكدين من نظافته. احلى برجر بيتي ده ولا ايه؟ هننزل بقى بالبصل بتاعنا اللي احنا بنحطه في الساندوتش مع البرجر، هنشوحه تشويحه حلوه كده مكان البرجر، هياخد طعم الدجاج الجميل. وهنشوح جنبه ايه؟ طماطم ترنشات طماطم زي كده، عشان اللي بيحب طماطم مستويه مشوحه. كل ده بياخد طعم البرجر ويبقى طعمه لذيذ جدا، وبيخلي الساندوتش معانا جوسي كده ومش ناشف، ويخليه طعمه جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هناخد البرجر بتاعنا زي اللي سويناه بالشكل ده، وهناخد معاه الطماطم المشوية الجميلة، والبصل اللي احنا شوحناه ذهبي كده عشان ما نحطش بصل ني، واللي بيحب بقى كاتشب، صوصات، مستردة، اي حاجة يحط في الساندوتش بتاعه زي ما احنا شايفين كده. وزي ما احنا شايفين البرجر الخطير البيتي بالهنا والشفا، حاجة صحية وجميلة ونظيفة وزي الفل. نعمل كمان واحد. بسم الله كده نحط البرجر، وناخد الطماطم. رتبي بقى الساندوتش بتاعك وبتاع ولادك بالشكل اللي انت بتحبيه كده. اللي بيحب طماطم هيحط، اللي مش بيحب ما يحطش، اللي ما بياكلش بصل مش لازم، اللي بيحب المستردة، اللي عايز كاتشب، اللي عايز مايونيز، عندك كابوتشا حطي، بتحبيه بالبيض حطي، يبقى ايج برجر، بتحبيه بالجبنة حطي، يبقى تشيز برجر. نعمل كمان واحد كده طماطم، البصل،